ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطوى بقدمه بساط العزة، فيتذكر قول ربنا تبارك وتعالى لكليمه موسى: يا موسى اقلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فينحني النبي صلى الله عليه وسلم ليقلع نعليه، فينادي عليه المولى تبارك وتعالى ويقول له: ماذا تصنع يا محمد؟ قال له: يا ربي تذكرت قولك لكليمك موسى لأخي موسى: اقلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فقال له ربنا تبارك وتعالى: أين أنت من موسى يا محمد؟ أين أنت من موسى يا محمد؟ موسى طالب وأنت مطلوب، موسى محب وأنت محبوب. طيب قدمك يا محمد بساط العزة. هذا هو قدر النبي العدناني محمد صلى الله عليه وسلم.